الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستفادة من نجاحات مشروع مستقبل مصر بالدلتا واستمرار العمل لضمان تحقيق الأمن الغذائي. الأونروا تقول إن 50,000 فلسطيني غادروا رفح إلى خان يونس والمواصي وإن 400,000 نازح يبحثون عن مأوى. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة، والصحة العالمية تحذر من خروج مستشفيات جنوب غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود. بتوقيت القاهرة، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة، أهلا بكم إلى تفاصيلنا، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي ويحميه من التحديات والتقلبات الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. تناول الاجتماع متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والري لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمنيا وبني سويف ومشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها المشروع بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي. أعلنت سرايا القدس أنها قصفت حشودا لجيش الاحتلال في موقع كرم أبو سالم بصواريخ قصيرة المدى وجنود وآليات في حي الشوكة بشرق رفح بوابل من قذائف الهاون الثقيل. يأتي ذلك بينما استشهد 55 فلسطينيا وأصيب 200 آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك مع دخول الحرب يومها 215، و بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء في 7 أكتوبر الماضي إلى 34,844 شهيدا و 78,404 من المصابين. لا
تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء، حيث شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية قصفا عنيفا على المربعات السكنية في رفح ودير البلح، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين. غارات وأحزمة نارية عنيفة طالت منطقة حي الزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة. فصائل المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا أنهما تخوضان اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة تحت غطاء جوي وقصف عنيف. طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين عشرات الشهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين لا يزال العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد. وفي ظل إمكانيات متواضعة طلبت الفرق الطبية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف العدوان، حيث أعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة أن هناك أكثر من 10,000 مفقود لا يزالون تحت أنقاض مئات البنيات المدمرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أشهر. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 34,000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 78,000 آخرين. أعلن مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في ساحة مجمع الشفاء الطبي، وأشار المكتب في بيان له إلى انتشال 49 جثمانا من المقبرة التي تم اكتشافها داخل المجمع. كما أفاد مكتب الإعلام الحكومي بارتفاع عدد المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ساحات المستشفيات إلى 7 مقابر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. قال مسؤول بوكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين إن 50,000 فلسطيني غادروا رفح إلى خان يونس والمواصي، مشيرا إلى أن 400,000 نازح يبحثون عن مأوى. وأعلنت الوكالة الأممية أن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه سيفاقم من الأوضاع الصحية الصعبة في القطاع وسيؤدي إلى مزيد من الضحايا. وقالت الوكالة إنها مصممة على البقاء في غزة ومساعدة من يحتاجون لها رغم الأوضاع الكارثية بالقطاع. كانت الحكومة السويسرية قد اقترحت منح الوكالة 11 مليون دولار، وأكدت جنيف أن المساهمة السويسرية للأونروا ستقتصر على قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية. هذا وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، حيث أعرب رئيس المفوضية للاتحاد الإفريقي موسى فقي عن قلقه البالغ إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة والتي تؤدي في كل لحظة إلى وفيات جماعية وتدمير ممنهج للأوضاع المعيشية هناك. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجوم واسع النطاق على رفح سيكون كارثة إنسانية، فيما تلوح في الأفق مجاعة لا يحمد عقباها، وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين. بدورها طالبت موسكو بامتثال صارم للقانون الدولي فيما يتعلق برفح الفلسطينية. كذلك دعت وزارة الخارجية القطرية لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية اللازمة والتامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، محذرة من عواقب وخيمة للتصعيد العسكري الإسرائيلي. هذا وأكدت وكالة الأونروا أن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه سيفاقم الوضع الصحي في القطاع وسيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد بعد إدخال شاحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بعد فترة إغلاق استمرت لأربعة أيام. التعنة الإسرائيلي في إدخال شاحنة الوقود يأتي في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن مستشفيات جنوبي غزة ستخرج عن الخدمة خلال ثلاثة أيام بسبب نقص الوقود الحاد. هذا وتواصل قوات الاحتلال إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين خصوصا المرضى والجرحى وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في بلدة دير لوصون شمال طولكرم بالضفة الغربية. كان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق إصابة أربعة عسكريين في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 520 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بدايات الحرب في قطاع غزة في أعقاب السابع من شهر أكتوبر الماضي. رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة لدى زيارته بلده الثاني مصر، معربا عن تطلعه لانعقاد ناجح لدورة 32 للجنة العليا المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي نظيره الأردني لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لرئاسة أعمال الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها غدا الخميس. ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات جديدة إضافة إلى إجراء لقاءات ثنائية بين مسؤولي الجانبين. أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة بين مصر والبحرين الشقيقة، مشيدا بالجهود المبذولة التي تسهم في زيادة أفاق التعاون العسكري بين الجانبين والعمل المشترك في المجالات كافة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين الفريق الركن دياب بن صقر عبد الله النعيمي. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة آفاق التعاون العسكري والعمل المشترك في كافة المجالات. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر والبحرين، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في المنطقة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية. تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث سيوة عبر العصور والذي يهدف إلى الترويج لواحة سيوة باعتبارها محمية طبيعية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتعد سيوة من أهم المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من مقومات للجذب السياحي وبما تحتضنه من آثار ورمال وعيون مياه طبيعية. نتابع. شواهد أثرية بواحة سيوة تدل على التاريخ القديم للواحة ودورها في صد الغذاء على مر التاريخ. تفاصيل تم عرضها خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث سيوة عبر العصور والذي يهدف إلى التعريف بسيوة سياحيا وأثريا. السياحة فيها متنوعة، وعشان احنا بالنادي وبنقول يعني ان اللي عايز يستثمر يستثمر في هنا في سيوة، وافضل استثمار في الوقت الحالي هو السياحة العلاجية والاستشفائية
لان موجود عندنا مياه كبريتيه وعندنا عيون كتير جدا في الواحه هنا، وبيجي لها ناس من جميع دول العالم بالاضافه الى المساحه الداخليه كمان. فاحنا يعني بنرحب بكل حد وكل مستثمر يجي لواحد سيوة، اهلا بيه. فما بين معبد امون والاثار اليونانيه الرومانيه والسياحه الاستشفائيه، طلب المشاركون بتعظيم دور تلك المواقع في جذب المزيد من السائحين الى واحه سيوة. الاهتمام بالارث والموروث والتراث الخاص بسيوة، حاولنا ان احنا نسلط الضوء، ويمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئنا بالامس بقرار جميل جدا بانشاء قطعة ارض لانشاء مطار دولي بمطروح. ده هيساعد كتير لترويج السياحة. تم اهتمامات اتحاد الاثريين المصريين بالتوعية عن الاثار اللي موجودة في سيوة. في اكتر من شيء في سيوة ملفت للسائح او الزائر، منها الاثار الفرعونية والرومانية والاسلامية، منها المنتجات السيوية. وتقوم الدولة وفقا للتوجيهات السياسية حاليا بتحويل سيوة الى محمية طبيعية تعمل وفقا للنظام البيئي المستدام. سيوة عبر العصور، مؤتمر ومحاضرات بحثية وعلمية هدفها الاساسي الترويج لسيوة سياحيا واثريا، بالاضافة الى وضعها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث. من واحة سيوة، اشرف مبارك، النيل للاخبار. متابعتنا تتواصل ونتحول قليلا رياضيا، حيث تأهل فريق بروسيا دورتموند، تأهل هذا الفريق إلى المنافسات الرياضية وإلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا الألماني، إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد تكرار فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية. أحرز هدف دورتموند واللقاء الوحيد المدافع ماتس هوملز في الدقيقة 50، وكان الفريق الألماني قد تخطى باريس سان جيرمان بهدف نظيف في لقاء الذهاب لحجز مقعده في النهائي بفوز إجمالي بنتيجة 2-0. يلتقي ريال مدريد الإسباني مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 10:00 مساء، ويدخل الفريق الملكي لقاءه اليوم منتشيا بتتويجه بلقب الليغا للمرة 36 في تاريخه، وهو رقم قياسي بعد فوزه السبت الماضي على قادش مع تبقي 4 جولات على نهائية. كما يسعى ريال إلى تمديد رقمه القياسي في البطولات الأوروبية، حيث يطمح في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه. على الجانب الآخر، يرفع الفريق الألماني راية التحدي على أمل مواصلة المشوار للتتويج بلقب البطولة بعدما ودع كأس ألمانيا وخسر أيضا لقب البوندسليغا. ويتسلح الفريق البافاري بقدرة نجمه المتألق هاري كين رغم صعوبة المباراة التي ستقام في جرين ريال مدريد، في عارين ريال مدريد في إسبانيا. يشار إلى أن لقاء الذهاب الذي أقيم في ألمانيا انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ما يعني أن فرصة التأهل النهائي متاحة لكلا الفريقين. وفي الختام تذكير بأبرز عناوين هذه الجولة. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستفادة من نجاحات مشروع مستقبل مصر بالدلتا واستمرار العمل لضمان تحقيق الأمن الغذائي المنشود. الأونروا تقول إن 50,000 فلسطيني غادروا رفح إلى خان يونس والمواصي، وإن 400,000 نازح يبحثون عن مأوى. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة. والصحة العالمية تحذر من خروج مستشفيات جنوب غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود. لتفاصيل أكثر زوروا موقعنا على الإنترنت nan.eg. وهذا هو ختام نشرتنا الإخبارية لهذه الساعة للأخبار. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لكم مجددا. افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احد الشركات الامريكيه العالميه في القاهره الجديده، وهي عامله في صناعه التعهيد، وتستهدف الشركه خلق فرص جاده للشباب المصري في هذا المجال التكنولوجي الواعد، والذي اصبح من الصناعات المبشره والمشرقه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نتابع المزيد. في افتتاح اليوم مجموعة من الخصائص بالغة الأهمية. أولا أن الشركة توظف شباب متخصص في مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات يتحدثون بسبع لغات مختلفة بخلاف اللغة العربية. لا يوجد دولة في العالم قادرة على أن توفر قدرات ومهارات تقنية بسبع لغات مختلفة، ليس فقط اللغات المنتشرة كالإنجليزية والفرنسية، ولكن نتحدث عن لغات أقل انتشارا كاللغة التركية أو اللغة اليابانية أو غيرها. هذا أول أمر. الأمر الثاني الذي يسويه في الأهمية إن لم يفقه هو معدلات توسع الشركة. شركة بدأت بعشرات من الموظفين، اليوم حوالي 150 موظف متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. إن شاء الله في خلال العام القادم لديهم خطة لمضاعفة هذا العدد. الشباب المصري يخدم كل عملاء الشركة في مختلف القارات، قادرون على أن يوظفوا ويستوعبوا المزيد من طلبات عملائهم بفضل وفرة المهارات الموجودة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. مستمرون بإذن الله في دعم المزيد والمزيد من الشركات العالمية لكي تقيم مراكز تعهيد في مصر أو تتوسع في مراكز التعهيد الموجودة لديها. مستمرون من خلال المزيد من مبادرات التدريب وتوسيع عدد وتخصصات الشباب المدرب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. انطباع رائع. مجموعة من الشباب متخرجين من مختلف الكليات والجامعات من مختلف التخصصات. مرة أخرى أقول أن هذا يكرس ما ندعو له دوما، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح به متسع لكل التخصصات وللخريجين من مختلف الكليات والجامعات، لم يعد مقتصرا فقط على خريجي هندسة حاسبات أو علوم حاسبات. التقيت بمجموعة رائعة من الشباب المتعلم الواعد المجتهد الجاد، لديهم قدرات تقنية رفيعة، لديهم قدرة على إقناع عملاء الشركة بأن الشباب المصري لديه علم، لديه خبرة، قادر على دعم عملاء الشركة، ومن ثم قادر على إقناع إدارة الشركة بالتوسع في مصر والاعتماد أكثر وأكثر على المهارات المصرية. أقول الحمد لله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بنسبة تتجاوز 16% طوال السنوات الخمس الماضية بفضل أبنائه وشبابه والعاملين فيه. الرسالة الأولى للشباب، لدينا مبادرات تدريب لكل أطياف الشباب بدءا من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي حتى خريج الجامعة. لدينا مبادرات شباب لكل الخريجين من مختلف التخصصات كلها مجانا دون أي مقابل. اسعى، اشترك في إحدى مبادرات التدريب، تعلم واكتسب خبرات ومهارات، وستجد فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإذن الله.